لا تنسونا من لايكاتكم كومنتاتكم دعمكم، الله لا يحرمنا منه. واحد من الشباب، واحد من الصالحين يقول صليت في مسجد وبعد ما خلصنا من الصلاة، بعد خلصنا من الصلاة يقول قام الإمام وقال الصلاة على الميت، يقول فقلت فرصة نحصل على إيش؟ على أجر الصلاة على الميت قيراط. يقول صلينا بعد ما سلمنا، يقول قلت فرصة إني أتبع هذا الميت حتى المقبرة، يقول دفناه، يقول قلت خليني أكسب أجر التعزية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عز أخي له في مصيبة تصيبه أحله الله بحلة من حول اليوم القيامة. يقول بعد ما دفنا، يقول أنا ما أعرف أهل الميت، ما أعرف الميت، يقول فبدأت أنظر في الناس أشوف المتأثرين منهم فأكيد أنهم أهل الميت. يقول فلفت انتباهي، لفت انتباهي شاب يبكي في المقبرة بكاء شديد. يقول فجيته ونظر فيه بلحية شماغ وثوب قصير، يقول وأنا أعزيه، قلت لعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم وهذا هو حال الدنيا. يقول فنظر فيه وقال لي يا شيخ تعرف مين الميت؟ يقول قلت لا والله ما أعرف. قال الميت أخويا من أمي وأبويا، والله ما أبكي لأنه مات، ما أبكي حزن على فرقاه، أبكي لأن هذا جواله مليان بما يغضب الله عز وجل، وأخويا مات والجوال مليان وحاط عليه رقم سري، من فين أجيب الرقم السري؟ والرقم السري اندفن مع صاحبه في قبره. وهذه المقاطع والروابط اللي مالي بها الجوال وقاعد ينشرها الآن هو في القبر، وسيئات تجي من الهند ومن الخليج ومن أمريكا ومن أوروبا. ليه؟ لأنه كان ينشر ولا يبالي، لأنه كان يرسل ولا يفكر، ما يفكر في الروابط، ما كان عنده تفكير في القبر. لو كان عنده تفكير في القبر وفي هذا المكان اللي حينام فيه، اقسم بالله ما يطلع من الجوال الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اشتغل القبرك. وبعض الناس والله العظيم انه ينام في القبر وراح تدخل عليه حسنات كل لحظة وكل حين. ليه؟ لانه كان شغال. هذا رابط قرآن، وهذا اعلام محاضرة، وهذا حديث، وهذا تذكير بالصيام اثنين وخميس، وهذا مقطع مؤثر نشرها وخرجت من جوال وقاعدة تنتشر، وهذا علم جاهل علمه كيف يصلي، وعلم فلان كيف يحج وكيف يعتمر، وهذا كله في ميزان حسنات. جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله أحسن إلينا سبحانه وتعالى، ألا نحسن في عبادتنا له سبحانه.